خريطة في وطن ضم الجميع. عاشوا معا قسريا على أديم هذه الأرض المسماة بالعراق، ولم يكن ذلك العيش من اختيارهم. ماذا يريد العربي من الكردي؟ وماذا يريد الكردي من العربي؟ القومية واللغة والتراث لبوس ارتداه الجميع. الأخ الأكبر، هل يصلح أن يكون قانونا للتعايش في وطن فيه الكثير من المكونات والعرقيات والإثنيات؟ الحقوق والواجبات شعارات فضفاضة أم هي فعلا موجودة؟ ومن يعطي كل ذي حق حقه هنا؟ في برنامجنا هذا نناقش هذه الأمور وغيرها فكريا وسياسيا، ومع كل ما نشاهده ونسمعه هنا نحن لنا وقفة.